مساء الخير. العراق وكندا وقناة اليوتيوب، اليوم راح نحكي في موضوع جديد، والموضوع هو لم الشمل لعام 2017 بما يخص الفاميلي كلاس اللي هو الأب والأم والجد والجدة. عادة الحكومة الكندية تسوي تحديثات على الموقع، أو الإميجريشن في كندا تسوي تحديثات على الموقع لكل عام، هل إنه يوجد أي تحديث أو أي تغيير أو هذه. لهذه السنة 2017 سووا تحديثات جديدة وتغييرات، بعض التغييرات مو إنه نقدر نقول إنه نفس الأبليكيشن أو نفس المعلومات، ولكنه طريقة التقديم والسيستم إلى لم الشمل. الفكره ما بيها انه كل جانوري سكند اللي هو يوم واحد عفوا يوم 2/1 من كل سنه تفتح هذا الابلكيشن ويقدمون الناس له، ويتم اختيار 10,000 معامله. قبل سنتين كانت 5,000 معامله، هسه صار عندنا 10,000 معامله يقدمون هذه. طبعا هذه التقديم مشمول بالسوري والعربي والهندي والباكستاني وكل الناس اللي عندهم كنديان سيتيزن او اللي عندهم بيرمننت ريزيدنت من عده جنسيات يقدمون عليها. اذا هذا الموضوع هو يشمل الكل ويشمل كل الناس اللي تقدم على هذا الموضوع. التغيير اللي صار لي هذه السنه راح انه ضافوا فقره جديده بسبب تراكم المعاملات، وحاليا الحكومه الكنديه اللي تعالج او انه تشتغل بالابلكيشنات بعام 2014 تاخير سنتين، فتره زمنيه طويله، الناس انهم محرومين ان يوصلون الى كندا، موضوع اسمه لم شمل. الحكومه الكنديه او الهجره الكنديه سوت معالجه لهذا الموضوع وتريد انه خلال سنه يوصلون كل الناس اللي يقدمون على لم شمل. اذا صار التحديث بهذا الشيء، السبب انه من يفتح يوم واحد اثنين بالشهر من كل سنه بجانوري الناس كلها تقدم، تجي ابلكيشن حوالي 30,000 مليون، شوف ايش قد الناس مقدمين، تتراكم المعاملات والفايلات ويصير اختيار ال 10,000 عشوائي او تصير بيها، يعني مثل يقول لك انه ناس تقدمت قبل او بعد، فناس مثل يقول لك انه لازم يكونوا حقانين بهذا الموضوع. راح يفتحون باكر الصبح يوم 3 جانوري 2017 اللي هو غدا صباحا ينفتح هذا ابلكيشن جديد بالويب سايت مال cic.gc.ca. هذا الويب سايت انه خاص بتقديم انه انت تريد تقدم. هذا الويب سايت انه تحط اسمك، اسم الفيرست نيم واللاست نيم، تاريخ ميلادك، عنوان سكنك في كندا، بيرمنت ريزيدنت او انه كنديان سيتيزن، ومن ثم انه تقدمه الى الحكومه الكنديه، يعني تقول انه اني اقدر انه اصير سبونسر الى والدتي ووالدي. اوكي، هنا انه انت لازم حاسب حساباتك انه تكون انه بعض يعني تكون كواليفاي، او انه انت يعني حاضر للشروط اللي قبلها الموجوده اللي ماير سبونسر، ان عندك 3 سنوات شغل، ما عندك مساعده من الحكومه، عمرك مناسب، ما عندك جريمه مخله في كندا، ما عندك اي تفاصيل ما انه متعثر في دفعات او قرض او لون الى كندا، واضافه انه يحسب الانكم مالتك وزوجتك والعائلة كأفراد، وينضاف عليها الأشخاص اللي راح يجون إلى كندا الأب والأم. يعني لنفرض أنه عائلة متكونة من 6 أفراد اللي حيسوون سبونسر إلى شخصين، الأب والأم أو الجد أو الجدة، راح يكون نفرين إضافية، حتكون عددكم 8 أفراد. فالحكومة الكندية سوت جدول في هذا الخصوص ويسوون هذه العملية. طبعا الابليكيشن اللي هو موجود في كندا اليوم هو يتكون من 9 ابليكيشنات تمليها، قسم من عدها تكون انت يعني تكون انه تمليها او ما هذه، من عندها الفي الرسوم اضافه الى ابلكيشن اللي هو الاساسي 1344 اللي هو 5768، هذول الابلكيشنات لازم هذه. هذه الورقه اللي اسمها دوكيومنت تشيك ليست كلش مهمه، هاي كلش مهمة، هاي اللي تخليك انه تكمل اول ابلكيشن تحط علامه صح، ثاني ابلكيشن تحط علامه صح، ثالث وهكذا. من تروح للحكومه الكنديه هذا الخانه اللي هنا راح تكون خاصه بالحكومه الكنديه انه انت مكمل هذه. طبعا هذا الابلكيشن موجود كله، اضافه يطلب من عندك المستمسكات المطلوبه، مثلا يقول لك انه تحتاج سيتيزن شيب، يعني مالتك السيرتيفيكيت او كنديان باسبورت، واحده من ذني او بيرمنت ريزيدنت، لازم توفر واحده من ذني الموجودات، اللي عنده كنديان باسبورت يوفره، او كنديان انه سيرتيفيكيت بيرث سيرتيفيكيت او انه اي شيء يثبت انه انت بيرمنت ريزيدنت او كنديان سيتيزن. اضافه الورقه الثانيه اللي هي نفس الموضوع، فحتكون العمليه انه لازم توفر دوكيومنت خاص انه ابروف انه هذه شلون تثبت انه امك، او انه تثبت انه انت هذا والدك. عاده احنا في بغداد او في العراق عندنا الهويه التحول المدنيه، لازم مترجمه مصدقه ومعتمده انه تثبت هذا الشخص اسمه عمر ابن علي،
او انه فاطمه بنت منال وات ايفر، انه تثبت انه اسم امك وانه انت الشخص نفسك في كندا، انه الريليشن شيب او العلاقه بيناتكم. يعني ما يجي واحد يقول والله هاي امي بس حكي، لا لازم اكو هويه احوال مدنيه او وثائق، او انه بالدول العربيه بعضها يكونون دفتر العائله الموجود، لازم توفر في مستمسك ابروف ومترجم باللغه الانجليزيه والفرنسيه ومصدق من مترجمه معتمده. الشغل الموجود في هذا الابلكيشن يعتمد على هو الابلكنت اللي هو انت الشخص اللي قاعد في كندا اللي حتقدم، السبونسر اللي انت هنا، كل الاوراق كل المستمسكات راح توقع انه عليك. الشخص اللي موجود في عمان او في العراق او في سوريا او في اي دوله من الدول العربيه راح يحتاج من عنده معلومات خاصه الى الانفورميشن، وين سكنه، وين قاعد، شنو اذا كان ولد، وين الهيستوري مالته العسكريه، الاديوكيشن التعليم مالته لازم يذكره، اخر 10 سنين وين كان ساكن يذكرها، عنده لازم باسبورت عراقي او اردني او فرنسي او وات ايفر، انه ايش وقت انه هذا مالته الباسبورت، تاريخ اصداره، وهذه طبعا الفيرست نيم واللاست نيم. اضافه الفاميلي له، اذا والدته ووالده، نفرض ان والدتك لازم والدتها وجدك وبيتك تذكر اسمائهم، خواتها واخوانها وولدها وين موجودين، اللي هو مثلا واحد عايش ببغداد، اللي عايش بالاردن، هاي يسموها الفاميلي هيستوري لازم تنذكر. ممكن انه تحط محامي في هذه المعامله وتعطي تخويف في هذا الموضوع، ولكن انه ما تستوجب انه فلوس وايد حتشرجك، وانه الابلكيشن كل سهل، مجرد انه شخص قاعد في كندا يفتحها اونلاين يطبعها، وقسم عندها انه يمليها اونلاين. طبعا هنا الحكومه الكنديه مسويه نظام جديد اللي هو العفو، اشوفكم اياه من تملي المعامله، انه اكو بعض الابلكيشن انا قدامي، انه بعض الابلكيشنات اللي انا مسويها وشفتها قريتها تسوي لها سكان. يعني الحكومه الكنديه هذا ابلكيشن مثلا رقمه بالضبط 008 اللي هو جنريك ابلكيشن فورم فروم كندا، هذا المعلومات اللي خاصه بالشخص اللي هو الابلكنت، ايش كان مواليده، ولاته وين العراق، اللي يجي من هناك، اضافه انه رقم تليفونه، هل هو متزوج او غير متزوج، اذا كان انه يعني والدك متوفي او والدتك تكتب انه متوفي، حاليا شغلها شنو الوالد او الوالد، ومن ثم تدوس فد انه تسوي فد فاليد اللي هو تطلع لك هذه الاسكان. بعد ما تبني الابلكيشن وتكمله كله تطلع لك هذه باخر ورقتين. طبعا هناك الحكومه الكنديه بالاميجريشن المكتب اللي صار بوينيبيك، من راح يوصل هذا الابلكيشن بالبريد ما يحتاج يقلب الاوراق، احسن عنده جهاز يسوي سكان بهذا الموضوع ويطلع لك كل الانفورميشن، كل المعلومات على هذه اللي تسويها بالاخير باله. طبعا هنا يقول لك طبعا لازم يوقع الشخص الريسبونسر اللي هو مثلا نفرض انه اني، وانه والدتي او والدي في عمان او اي مكان، لازم هم يوقعون. طبعا هنا من يوقعون لازم انه توقع الشخص وتاريخ وتقول انه انا بعطي معلومات صحيحه وكامله ودقيقه. راح نيجي نحكي في موضوع انه الفاينل اسسمنت اللي هو ما يخص انه العائله وايش قد الانكم المفروض يكون حتى يقدم الشخص اذا يوصل الى كذا. راح اشوفكم هنا بالفيديو، هسه راح نشوف الفيديو الجدول الخاص بالحكومه الكنديه اللي خاصه بهذا الموضوع. اذا انت الفاميلي سايز مالتك انه هنا تقدر تقول انه اثنين، هاي اثنين شخص، لازم الانكم مالتك في عام 2014 يكون 38,000 حتى تكون على فكره، وانه ما يخص العام 2013 73,000 و 36,000 في عام 2012. طبعا يبدون شغل مالتك ما يخص انه لمده، حاليا بالويب سايت موجود 2012 2013 و 14، اتوقع لازم 2015 هم تكون موجوده. تشوفون الارقام بتصاعديا انه الفاميلي سايز، انه مثلا انت وزوجتك لازم انه لا تريدون تجيبون والدها او والدتك، لازم يكون الانكم مالتكم 38. اذا كانوا عندكم ثلاث اشخاص، نفرض انه انت وزوجتك وطفل، لازم يكون الانكم مالتكم على هذه الارقام 47 46 و45. اذا كانوا وهكذا، انه طبعا انه اخر شيء سبع نفرات لازم يكون واحد ماي. طبعا هذا الانكم ما يكون فاميلي اللي كل سنه، السنه الماليه. طبعا شلون تثبته هذه؟ بورقه التاكس السنويه والموجوده. الشخص اللي ما عنده شغل
واللي انه يحتاج يعني هو قاعد على مساعدات الحكومه او السبورت، او انه ما يقدر انه يشتغل او قاعد بدون شغل ما لاقي شغل، ما يحق له انه يسوي اي معامله لم شمل، او ما يقدر انه يسوي لم شمل، لكونه هذا البرنامج تتعهد به انت كشخصيا كفير سبونسر لمده، حاليا انا تقريبا انه شفت قبل يومين 20 سنه، قبل انه كان 10 سنوات تتكفل بيهم. طبعا ما يحق الوالد والوالده والاشخاص راح تتكفلهم اللي يجون الى كندا في الى كندا ان يقدمون على اي مساعده للحكومه، ينشملون بالبرمنت ريزيدنت اللي هي الاقامه الدائميه، التامين الصحي موجود، اذا هم سينيريه اكو محتمل انه برنامج خاص مال سينيريه انه مو ضمن الحكومه الفدراليه او حكومه البروفنس ينشملون به، بس ولكنهم ما يقدرون ياخذون موضوع انه فلوس او دعم مادي من الحكومه الكنديه، انت راح تصير كفيل لمده 10 سنوات او يمكن اعتقد 20 سنه صاير حاليا. الفكره وما بيها هذا ليش الناس انه تقول 3 سنوات؟ لانه اذا شخص مستمر بشغله سنه وسنتين وثلاثه انه واقف على رجله في كندا ومستمر بشغله وعنده ورقه من شغله تثبت انه يشتغل بشركه او حكومه او مكان وفول تايم جوب ويسوي انكم موجود هنا، ما راح تتوقع الحكومه انه راح يترك الشغل وهذه، اضافه اهلك راح يكونون وياك. الناس اللي ما عندهم هذا الانكم وهستوهم جايين لاجئين الى كندا صار لهم سنه او صار لهم اشهر او صار لهم بالضبط فتره قليله ما عندهم هذا الانكم مال 2012 و2013 و14، اغلبيه اللاجئين الجايين حاليا جدد يبي يسوون لما شمل امهم وابوهم ما راح يقدرون، بس ولكنه يقدر يسوي سوبر فيزا. السوبر فيزا اللي هي المالتيبل فيزا تكون الى 4 سنوات، واللي هو هذه الفيزا تقدر تسمح للاب والام الدخول الى كندا يعني يطلعون ويدخلون الى كندا بدون ان يراجعون السفاره الكنديه لانه مختومه، يسموها السوبر فيزا لعده سنوات. مده الاقامه مالتها 6 اشهر، لازم يكون عندهم انشورنس، تسوي تدفع لهم انشورنس، ولازم انه ما يحق لهم تطلب اللجوء، ولكن لانه انت راح تعهد بانه يجون الى كندا ويغادرون، اي تاخير او اذا جوي وطلبوا اللجوء هنا راح تاثر على جنسيتك، تاثر على اقامتك، ما راح تقدر تسوي اي معامله بشمل مستقبلا وراح تصير بالبلاك ليست ومحتمل انه يرفضون، بس بعض الناس انه يقولون جوي اهلنا ووافقوا عليهم محتمل يصير، انا ما اقول لك انه ما تصير او هذه، انا انه اريد الناس كلها تنخدم وكل الناس تساعدها وكل الناس، بس هذا مو بيدي قرار ولا بيد اي شخص، وانما بيد القرار الحكومه الكنديه والقاضي هو اللي قرر انه يبقون او يرجعون او انه شنو اللي حيصير اجراءاتهم. فانت انه لازم نوت في البدايه انه تثبت جدارتك وتشتغل، لانه الشغلتين اللي هي لم شمل او السوبر فيزا يبدون الشخص انه يشتغل وعنده انكم، اذا ما عندك انكم وانت ما عندك مساعده شلون حتقوم بعائلتهم او مساعدتهم او تتكفل بهم. الفكره ما بيها هو مو ليس انه ضد العراقيين وليس ضد العرب وليس ضد السوريين وليس ضد هذا، هذا برنامج خاص لكل العالم، للهندي والباكستاني والفرنسي والبريطاني والكل، يعني احنا نشوف الناس انه احنا جاليتنا انه جزء بعض الناس ما يشتغلون او الجاليه العربيه بعضها ما تشتغل، انه هذا برنامج انه ضد الحكومه الكنديه ضد الناس او ضد الانسانيه، لا، وانما انه تريد انه الناس من تجي هنا هي تشتغل وتعطيها دعم، ومن ثم انه لا تشتغل تتعب تلعب، هذا اللي راح تتعب وتشتغل هنا راح تجيب تقدر اهلك وتجيبهم. البرنامج انه مثل ما نقول انه نرجع لموضوع هذه، اذا كنت متزوج طبعا زوجتك اذا تشتغل راح يكون لها ابلكيشن، وانت راح يكون عندك ابلكيشن وتملون المعلومات والانكم وبعض اللي هي الشغلات اللي هي تشيك مارك اللي لازم تأيدون انه ما عندك كريمنال، ما عندك محكمه، ما محكوم عليك في كندا، ما عندك ريفيوز من السيتيزن شيب، ما مقدم قبل الى شخص وانه قادم لجوء، اي واحد انه جاي الى كندا الليجل ودخل الحدود الليجل وطلب لجوء ما يحق له يقدم ريسبونسر الى اهله. هذه فقرة موجودة لأنه يعني هو أصلا جاي الليجل إلى كندا ودخل أنه عن طريق أمريكا أو عن طريق طلب لجوء في الأراضي الكندية ما يحق له أن يقدم إلى ريسبونسر إلى أهله. هاي واحدة من الفقرات اللي موجودة، كنا جنتي من أمريكا وأنه الحق له قدم. أجور التقديم، خلينا نجي على أجور التقديم اللي هي ما يخص هذه الابلكيشن اللي موجود، هو للشخص تقريبا حوالي السبونسر تكون 75 دولار و475 دولار اللي هي الابلكيشن، الشخص الواحد راح يكون 550 دولار لما يخص هذا، يعني اذا كانوا فرديا راح تصير 1100. نجي على البروسيس تايم اللي هو الفتره اللي تستغرقها او خلال مده قد يوصلون الى كندا.
اكوردنج او بما يخص البرنامج الجديد 2017 يجب ان يوصلون الى كندا خلال سنه، يعني الفاليد مالتها 12 شهر. حاليا اكو تراكم المعاملات، وانه يفضل 2019 يقول لك انه لازم كل الناس جايه وكل المشام الموجودين هنا في كندا، يعني انه تستغرق معامله محتمل انه تستغرق لمده سنه حسب برنامج 2017، انه قدم كان يتاخرون سنه او سنتين او ثلاثه وتفر، ولكنه حسب البرنامج الجديد يقول لك خلال سنه يوصلون الى كندا. البروسيس تايم من دوله الى دوله يختلف، يعني نفرض انه بالبروسيس تايم في السفاره اذا اقامتك في الاردن يستحق انه 8 اشهر، او اذا كنت في مثلا اذا في بغداد حيكون 14، يعتمد على البلد ويعتمد على، ولكنه انه حاليا انه صارت موحد انه في خلال 12 شهر لكل الدول العالم ال 10,000 لازم يوصلون لاول سنه حتى يسوي البروسيس مالتها السنه الجايه. نرجع لموضوع التقديم، راح يكون او ينفتح الابلكيشن تقدمه، ومن ثم انه يعطيك مده 30 يوم التقديم على انه تكون سبونسر في هذه الشروط. بعدها يرجعون يسوون انه قرعه ضمن الناس اللي قدموا اول 30 يوم، اللي هو حينفتح من يوم 3/1 الى 2/2، يعني من 3 جانواري الى 2 فبراير. هذا الابلكيشن خاص انه تدخل ضمن القرعه، يعني مثل يقول لك انه تكتب اسمك بورقه وتحطه بهذا الصندوق. بعدها ما حيسوي انه هو القرعه الحكوميه او الهجره الكنديه، وطلعوا من عندها 10,000. اذا كنت انه انت مرشح من ال 10,000 راح يدزوا لك رساله الاميجريشن يقول لك كنا اختيارك ضمن ال 10,000 مواطن اللي يقدمون سبونسر. يجب ان تدز الابلكيشنات اللي هي هذول اللي تمليها بالاوراق وترسلها الى وينيبيك. طبعا الويب سايت موجود في الحكومه الكنديه، وترسل هاي الاوراق كلها ومعظمها التشيك ليست الى الحكومه الكنديه فايل، اضافه الى الاوراق المستمسكات مالتك، الجنسيه الكنديه، كل ما يثبت انه انت شنو وضعيتك في كندا، تأييد من شغلك وترسلهم اياه. راح يحطون فتره لهذه المده حتى تملي الابلكيشن هي 3 اشهر، يعني اول شهر تدخل بالقرعه، بعدها يسدوها يختارون الاسماء، يعطون 3 اشهر للاشخاص ال 10,000 يقدمون على هذا البرنامج حتى يصير انه لم شمل. الشخص اللي راح يجي لكندا راح يخضع لفحوص طبيه، اجراءات امنيه وتشيك امني. انت من سويت ابلكيشن مو انه وصلت الى كندا، ولا انه انت يعني كانوا اهلك وحاصلون الى كندا، لا، يخضعون الى فحوصات الطبيه ويخضعون الى موضوع اسمه التشيك الامني والهيستوري، اذا كان الوالد او الوالده عسكري، دفتر الخدمه، الاقامات وين كانوا، وكل المعلومات وكل المستمسكات والفاميلي هيستوري من الاب والام. اليوم انه انا وفيتكم في قناه العراق وكندا في اليوتيوب وصفحه العراق وكندا في الفيسبوك انه هذا البرنامج الجديد لعام 2017، وهذه المعلومات ودق التفاصيل ما يخص التحديث الجديد لعام 2017 في لم الشمل الابوين والجد والجده اللي هو الفاميلي كلاس. باضافه النقطه الجديده انه عفوا اخرى لا انساها، اذا كان والدتك عندك اخ اقل من 19 سنه او اقل من 18 سنه ممكن ينضافون بالملف، وممكن يجون ينضافون اياهم ويعتبرون كفرد. اي شخص عندك انه اكثر من 18 سنه او 19 سنه هذا ما يحق ينضاف عليه، انه ما يكون ديبندنت او انه ما يكون رعايتهم هذه. الشخص اللي يكون اقل عمره يكون برعايه الاب والام. فاذا انت كنت في كندا وعندك اخوه صغار ويا امك وابوك تيجي تجيبهم، نعم يحق لك تجيبهم، ولكنه لازم يكون عمرهم تحت ال 18 سنه. اتمنى وفيت وكفيت في معلومات ما يخص هذا الموضوع، وان شاء الله الكل يستفادوا من عنده. سووا شير للموضوع حتى ينقل الصوره للكل، وان شاء الله انه يوافيكم فيديوهات اخرى وانه مواضيع اخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات العراق وكندا، وهذا الفيديو خاص بكل الناس الموجودين الجاليه العربيه والعراقيه في كندا. شكرا لكم.